هنا بقى عايز اقول كلمه للاعلام التونسي اوعى إيه تفتكروا ان خالد الغندور اللي بيفهم كوره مقدم برامج زملكاوي اللي كان لعيب كوره هيطلع يقول ان الترجي ضحكني ان لعبته ضحك ضحكتني لو كان عمري ما اقول كده لان الترجي فرقه كبيره وفرقه مميزه قد في بعض الاحيان تبعد عن مستواها قد تتراجع للخلف في بعض الاحيان لكن فرقه تقيله ليها اسم وعندها لعيبه مميزه زي ياسين مرياح ومحمد علي بن رمضان وبن حمودة ولعيبة كتير لعيبة كتير مميزة والحمد الهوني لعيبة مميزة ما اقدرش اقلل منهم ابدا ولا حتى وانا كسبان ولا حتى اما كابتن سمير السليمي قال لك هيكسبوا على فكرة انا قلت لهم حتى بعد ما اتغلبنا هو قال لك الفيصل في الملعب قلت لهم اوعوا استنوا بس تعالوا كلموني بعد المباراه الثانيه، ويا ريت بقى الاعلام التونسي يكلمني يقول لي بقى بعد المباراه الثانيه كلموني بقى على التليفون ونقول و... و... ونش... بقى ايه رأيه؟ هو في تصريحات خالد الكربي، تصريحات كابتن سمير السليمي اللي هو بيقول ان خالد الغندور ابن الزمالك البار، وانا بقول ان الكابتن سمير السليمي ابن الافريقي البار اللي هو المنافس بتاع الترجي، ابن الافريقي البار. تمام؟ وبالتالي النهارده بنكسب بنرد في الملعب يا كابتن سمير يا كابتن خالد القربي لو خ... لو الزمالك فنيا وواقع وما عندوش لعيبه وكسبتك ثلاثة امال لو انا بقى فنيا و... و... وواقف على رجليا ومش واقع ورئيسي مش محبوس وما عنديش مشاكل ماليه و و و, و... و... كن... كان زماني ايه النهارده يعني طيب على العموم مره واثنين وثلاثه الزمالك يفوز على الترجي هذا الفريق الكبير والعظيم ومازال الزمالك في منطقه خطره الزمالك بعد فوز شباب لوزداد النهارده قولا واحدا لابد ان يفوز بالمباراه القادمه اذا اراد ان يصعد لو تعادل الزمالك هيضع نفسه في وضع الترجي يتعادل وشباب لوزداد يتعادل فالفرقتين يصعدوا زي ما حصل السنه اللي قبل اللي فاتت والترجي من مصلحته انه يحط نفسه انه يطلع الزمالك مع ان المفروض يعني على حسب تصريحات جهابذه الاعلام ولعيبه كره القدم السابقين ان الزمالك فنيا بيضحكهم فالمفروض الشباب له ازداد اقوى فالمفروض الزمالك هو اللي يصعد مع الترجي عشان فريق ضعيف الزمالك فنيا فرقه ضعيفه يعني لكن مره واثنين وثلاثه نحترم كل الفرق نقدر كل الفرق لا نقلل من اي فريق ولا نستطيع في اعلامنا واعلام زملكاوي ان يقول على نادي الترجي انه نادي بيضحكني او لعبته بتضحكني او مستواه الفني بيضحكني او اتكلم على رئيس نادي الترجي واقلل منه او اتكلم على لعيبه او اتكلم على جهاز فني في قيمه نادي الترجي هذا النادي الكبير والعظيم